موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال ابن جرير رحمه الله في قوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قال: ومعنى قوله على سواء أي حتى يستوي علمك وعلمهم، بأن كل فريق منكم حرب لصاحبه لا سلم. وقيل: نزلت الآية في قريظة عن مجاهد: فانبذ إليهم على سواء. قال قريظة. وقد ذكرنا مأخذا هاما على ذلك، وهو أن قريظة هم الذين نقضوا العهد، فلم يكن هناك حاجة إلى النبذ، لم يكن خوفا من خيانة، بل كان نقضا صريحا. وذكرنا أنهم صرحوا بنقض العهد للزبير بن العوام لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليستعلم ما عندهم، بعد أن علم خبر تحالفهم مع الأحزاب وتعاونهم معهم لدخول المدينة واقتحامها واستئصال المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم أنهم حرب له، وإنما ذهب مباشرة بجيشه وبالمسلمين إلى قريظة حتى حاصروهم، فأنزلهم الله عز وجل من صياصيهم على حصونهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وذراريهم وغنيمة أموالهم. فهذا كان مباشرة دون إعلام بنبذ العهد، وإنما كان مباشرة لأنهم هم الذين نقضوا العهد، كما نقضت قريش العهد في الحديبية فلم يحتج صلى الله عليه وسلم إلى إعلامهم. فأما الذين لم ينقضوا العهد ولكن ظهرت أمارات ذلك، فهذا الذي وردت فيه الآية أن يبلغوا بنقض العهد وبإلغائه وفسخ هذا العقد بينهم وبين المسلمين. وشرط ذلك كما ذكرنا أن يكون عهدا مطلقا. أما عقد الذمة
والعقد المؤقت اللازم فلا يجوز حتى ينقضوه، وواجب علينا الوفاء لهم ما وفوا لنا، فكما قال ربنا سبحانه: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ولو كان يجوز نقض عهد المدة لما كان هناك معنى لتحديد المدة، العقد غير قابل للفسخ من أي من الطرفين، وإلا كان نقضا، كان يعني عدم وفاء بذلك العهد لأنه ابتدئ على مدة. قال: وقد كان بعضهم يقول السواء في هذا الموضع المهل. عن الوليد بن مسلم قال: إنه مما تبين لنا أن قوله فانبذ إليهم على سواء أنه على مهل أو مهل، كما حدثنا بكير عن مقاتل بن حيان في قول الله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يعني أنهم يمهلون مدة قبل قتالهم، وهذا رغم صحة المعنى في مثل هذه العهود دون أن يفسخها الكفار وينقضوا العهد، ولكن يعني ظهرت بوادر أنه لابد من إمهالهم قبل غزوهم. قال: وأما أهل العلم بكلام العرب فإنهم في معناه مختلفون، فكان بعضهم يقول معناه فانبذ إليهم على عدل، يعني حتى يعتدل علمك وعلمهم بما عليه بعضكما لبعض بما عليه بعضكما لبعض من المحاربة، واستشهدوا لهم لقولهم ذلك بقول الراجز: واضرب وجوه الغدر واضرب وجوه الغدر الأعداء حتى يجيبوك إلى السواء، يعني إلى العدل. وكان آخرون يقولون معناه الوسط من قول حسان: يا ويح أنصار الرسول ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد. يعني في وسط اللحد. أظن أن المعنى يعني لو لم ينصروه يعني. وكذلك هذه المعاني متقاربة، لأن العدل وسط لا يعلو فوق الحق ولا يقصر عنه، وكذلك الوسط عدل، واستواء علم الفريقين فيما عليه بعضهم لبعض بعد المهادنة عدل من الفعل ووسط. وأما الذي قاله الوليد بن مسلم من أن معناه المهل، فمما لا أعلم له وجها في كلام العرب، وأظنه إنما قصد لوازم الكلام، إن المعنى في السواء أن تكون أنت وهم على علم بانتهاء المعاهدة وفسخها، فهذا يقتضي ويستلزم أن يكون هناك تمهل قبل القتال، فهو لازم تفسير باللازم
بمعنى الكلام وليس يقصد اللغة في ذلك. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. قال الراجز: فاضرب وجوه الغدر للأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله: فانبذ إليهم على سواء، أي على مهل، إن الله لا يحب الخائنين، أي حتى ولو في حق الكافرين لا يحبها أيضا، يعني ولو كنت تخون الكافرين لا يحب الله خيانة يعني أحد، الله عز وجل مع كفرهم لا يحب خيانتهم في عهدهم. فرق مهم بين الخديعة وبين الخيانة. الحرب خدعة، يوهم الكفار بأمر وهو يريد غيره لكي لا يستعدوا، مع كونه لم يصرح لهم بعهد ولم يؤمنهم، فلذلك كونهم فهموا ذلك استنتجوه، فهذا لا يؤثر على المسلمين شيئا ولا يضرهم. الذي يضرهم أن يغدروا، أن يعني ينقضوا العهد فجأة ولا يبلغوهم ويهجموا عليهم فجأة قبل يعني يستعدوا قبل أن ينقضوا العهد. قال الإمام أحمد عن سليم بسنده عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء. فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث يتضمن إما أن ينقضي الأمد في العهود المؤقتة فيبدأ بالاستعداد للحرب بعدها، أو أن ينبذ إليهم على سواء في العهود غير محددة المدة. فقال
وقد ذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا رضي الله عنه بصدر سورة براءة في حدة أبي بكر، وكان ينادى فيها: ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. فهذا الحديث للتقسيم، إن كان هناك أمد فلا يبدأ في الزحف عليهم قبل أن ينتهي الأمد. وفي العهود التي ليس فيها أمد، ليس فيها مدة، فهذه يفسخها ويعلن فسخها إليهم قبل أن يشد ويحل العقد يستعد للقتال. وروى الإمام أحمد أيضا عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فقال: إنما كنت رجلا منهم. فقال: إنما كنت رجلا منهم فعندي منهم. عندك؟ فقال في بعض النسخ وهي أقرب: إني كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نابذناكم على سواء. يعني تعلمون نحن وأنتم أننا لكم منابذون. إن الله لا يحب الخائنين، فعلى ذلك يفعل بهم ذلك 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله. هذا الأمر هل يلزم؟ بمعنى أنه في كل مرة نغزو كفارا ننتظر 3 أيام قبل أن نحكم عليهم؟ ليس كذلك، وإنما طمع سلمان رضي الله عنه في إسلامهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا رضي الله عنه بالراية يوم خيبر قال: انفذ على رسلك فادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولم يأمره بالانتظار 3، بل دعاهم، أبوا قاتلهم وخرج له مرحب في نفس اليوم الذي دعاهم فيه. فإنما هو أمر للإمام والقائد حسب ما يرى المصلحة، لعلهم يسلموا فذلك أحب إلى الله وأنفع للمسلمين من أن يقاتلوهم فيفتحوا بلادهم. بل هداية رجل واحد أفضل من كل الغنائم ومن كل يعني ما يحصل لهم من منافع. فلذلك نقول الواجب أن يدعوهم إلى الإسلام ولو مرة واحدة، ثم إنهم إذا كانوا قد بلغهم بلغتهم دعوة الإسلام قبل ذلك لم يلزم تجديد الدعوة، ولكن يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. ذلك أن من بلغته دعوة الإسلام وظل محاربا للمسلمين، ومعنى محاربا كافر لم يعاهد، فهذا يجوز الهجوم عليه دون إبلاغه بتكرير الدعوة حسب المصلحة في ذلك طالما قد بلغته الدعوة. أما
من لم تبلغه الدعوة فحرام قتاله قبل أن يخيرهم بين الخصال الثلاث في حديث بريدة: الإسلام والهجرة، الإسلام والبقاء في بلادهم، يجري عليهم حكم الله وليس لهم في الغنيمة والفيء نصيب. أما الثالثة فهي الجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.